طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم عن موضوع جديد وهو Data Modeling by Linear Regression with Least Square Error. انه احنا بدنا نجيب الأوبجكت فانكشن او Mathematical Model باستخدام الداتا ريجريشن واستخدام الليست سكوير ريست سكوير ايرور. تمام، حنشوف كيف نعمل هذه الطريقة ونمثل ونحصل على الأوبجكت فانكشن أو الماثماتيكال موديل لمجموعة من الداتا أنا لميتها من الريال لايف من الحياة. هي أنا عندي مثلا هنا في واحد اسمه سام راح في ساعات شروق الشمس راح لم داتا، قال عندي لما كان عندي ساعتين شروق الشمس جبر باع 4 حبات بوزة، لما كان عندي 3 باع 5 5 7، لما 7 ساعات شروق شمس باع 10 9 باع 15. لاحظ انه كل ما بزيد عدد ساعات شروق الشمس كل كمية البيع بتزيد. بده يعمل ماثماتيكال موديل، معادلة بتمثل العلاقة ما بين ساعات الشروق الشمس وعدد المبيعات، عشان بكرة يعمل تحليل ويعمل او ان الزمن اللي بعطيه اكتر بيع ويعطي حاجة تانية. الآن هو قال لك أنا بدي تمثل لي هذه المعادلة خط مستقيم وتجيب الخط مستقيم، عدد خط مستقيم وتجيب الفانكشن هي الأوبجكت فانكشن هذه. تمام، وليش هو قال بدي مثلا أمثلها بمعادلة خط مستقيم؟ هو قال بدي أمثلها معادلة خط مستقيم لأنه هذه الداتا لما على محور إكس وعلى محور إكس ومحور واي، هي الداتا هي واحد الأولى وهي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وخط مستقيم، خط مستقيم تقريبا قريب إلهن، قريب لهذه النقط. ولكن هنا في عندي مشكلة، المشكلة انه هذه النقطة الاولى اللي هي واي واحد اللي بتساوي 3 هنا في هذه النقطة، لو اجيت انا عند الساعة 3 ساعات حصل على عند الساعتين سانشاين حصل على 3 حبات ايس كريم باع، عند الساعتين هذه كان انتو 3 حبات هذا مين ريال فاليو، هذا ريال فاليو. هان عند حبتين عند ساعتين شروق شمس باع 3 حبات، هذا ريال 6 ريال. طيب الخط المستقيم هيحصل على قيمة أخرى، لاحظت هيحصل على قيمتين، هي هذه القيمة اللي بنسميها اف اكس واحد، هذه القيمة اللي هي نسميها ايش واي واحد، اللي هي اذا في فرق بين القيمتين، هذا نسميه ايش ايرور. الحقيقية هي هذه الحقيقية، هذه القيمة مش حقيقية، هذا القيمة مش حقيقية. ففي أنا عندي هنا إيرور هان وعندي إيرور هان وعندي إيرور هان وعندي إيرور، عندي 5 إيرور من يوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، لكل يوم أخذ فيه نقطة، فكان فيه إيرور نتيجة ما بين القيمة الحقيقية والقيمة اللي بدي أمثلها بالخط المستقيم. فأنا المشكلة هي فأروح بجمع الإيرور، جمعت إيرور 1 و2 و3 و4 و5، منفعش أجمع الإيرور لأنه في عندي إيرور سالب وإيرور موجب، إيرور سالب سالب موجب، لما أجمعهم بضيع عن بعض، فالأفضل أنا بربع الإيرور، فالسالب بتروح بتصير هنا E1 + E2 + E3 + E4 + E5، يعني معنى summation EI من I بيساوي 1 لN والN بتساوي 5 تربيع. فبدي اعمل هنا مينيمايز، بدي اقلل الايرور ما بين الخط المستقيم والقيم الحقيقيه عن طريق الليست سكوير ايرور. هاي المشكله كلها. اذا لو لاحظت هاي السمشن، هي السمشن الايرور هو عباره عن الفرق بين الواي والاف اف اكس، واي اي واف اف اكس اي، من اي بتساوي 1 ل 5، من 1 ل 5 هاي المعادله. تمام، هنا عندي في قوس، أنا في عندي قوس. تمام هيك إخوان، تمام. فأنا بدي أعمل هنا بدي أعمل إيش مينيمايزيشن، بدي أعمل إيش مينيمايزيشن للإيرور، لهذا إيش للإيرور الآن. نشوف كيف بدنا نعمل، بدي أستخدم ليست سكوير إيرور ويعمل مينيمايزيشن الآن. هاي مثال تاني، قال لك هاي إكس وهاي واي، هاي عند واحد، هاي النقطة إيش نقطة واي واحد، هاي واي اثنين، هاي واي ثلاثة. هذا عندي النقطة هذه اللي هي اف اف اكس واحد، هاي نقطة هاد، وهي في عندي نقطة هنا وعندي نقطة هنا ثلاث. لاحظ هنا الايرور تقريبا صفر، هنا الايرور تقريبا صفر، هنا اقل، هنا ايش اكتر شوي، عندي 3 ايرور اي واحد، لاحظ انا عندي اي واحد واي اثنين ايرور اثنين، وهنا عندي ايش اي عندي 3 ايرور، بجمع الـ3 ايرور اي واحد سمشن اي واحد وبدي اجيب ايش المونومايزيشن.
شفت المرة اللي فاتت، لاحظ كنت اسميها دولك لينير ريجريشن، اسميها نون لينير ريجريشن. ليش بسميها نون لينير ريجريشن؟ لانه لاحظ انه الداتا سيت هذه الزرق، هذول النقاط الزرق ما بياخذوش شكل خط مستقيم، ممكن ياخذ شكل دائرة، ممكن ياخذ شكل اي منحنى، اي منحنى ممكن ياخذ الشكل هذا الشكل، تمام. وتكون هنا مثلا هنا الداتا، هاي الداتا هان، فلما انا رحت وصلت الداتا مع بعض بيطلع شكل منحنى. ايش هو المنحنى هذا؟ هاي الداتا هان، وهان في داتا، وهان في داتا. ايش معادلة المنحنى هذا؟ اللي هي معادلة الاوبجكت فانكشن اللي بتحقق لي ايش؟ المينيمم. هذا حندرسه لاحقا ان شاء الله، تمام. ناخذ امثله على الخط المستقيم. بقول لي انت ايش بدي انا؟ اللي بدي اياه المطلوب، انا بدي الاوبجكت فانكشن وذ مينيمم الميجر البنش ماركت ميجر مينيمم ايرور. بدي ايش؟ المين الخط المستقيم الفت اللي بيمثل هذه النقط تماما، يعني مينيمم ايرور بده. وبدي ايش؟ الاوبجكت فانكشن. هاي التنتين انا اللي بدي المطلوب. فانت عندك هنا الداتا، عندك الداتا سيت وعندي بهان رقم 3 المينيمم ايرور، وانا بدي انت تفرض لاي فانكشن، تقترح لاي فانكشن وتجيب عدد هذا الفانكشن. خلي فانكشن مثل خط المستقيم معادله اف اوف اكس مثلا. ليش هو بقول لها اف اوف اكس بتساوي اي زائد بي اكس؟ فانت بقول له فايند ذا انون كوف قيمه اي وبي اللي بتطلع مع خط معادله الخط المستقيم. لاحظ انه الاي هي عباره عن تقاطع الخط المستقيم مع هسه حشوفها، والبي عباره عن الميل، حنشوفها كمان شوي. طب هي انت تفرض، ممكن تفرض اي معادله من هدول المعادلات تمثل، مثلا ممكن تفرض معادله متغير واحد اكس. هنا المعادله ممكن تحط متغيرين، ممكن تحط هي عند سوري ممكن هذا تحط كمان زائد سي تي مثلا، هاي كمان متغير، اصبح ما دام متغيره بتصير تحط هنا اكس وتحط هنا ايش؟ تي. اصبحت فانكشن مع خط مستقيم داله متغيرين وعندي ثلاث ثوابت. هاي كان كوادريتشر فانكشن اكس، وفيها اكس تربيع، هنا في اكس تربيع، تمام. هاي معادله المعادله بولينوميا بشكل عام، تاخذ هاي بولينوميا الهادي يعني اي كي في اكس كي، من صفر لواحد بعطيك خط مستقيم، صفر لاثنين بعطيك كوادريتشر، بعد هيك بعطيك بولينوميا الكيرفات كلها. هاي الاشكال الثلاثه اللي انت ممكن تتطرق لها تمثل فيها اي ايش ده، تمام. نيجي هان، اذا المطلوب المينيمم ايرور، قلنا هذا عباره عن ايش؟ الايرور. زي ما هذه هي الايرور، هذا زي ما احنا ملاحظين هذه هي عباره عن ايش؟ الايرور. هي هذه عباره عن طيب، فانا بدي اعمل مينيمايزيشن للايرور. ونيجي هنا على السلايد اللي بعديها، فعندي اكس واحد، عندك مجموعه من الداتا زي ما احنا شايفين، اكس واحد واي واحد، اكس اثنين واي اثنين، اكس ثلاثه حد اكس ان واي ان. فبدي اجيب هاي مجموعه من الداتا، بدي اجيب اللي هو الفانكشن هي اي زيرو اي وان اكس. هي اي زيرو اللي هي الانترسبت، تقاطع هي هاي الخط المستقيم، تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات بنسميه ايش؟ بنسميه هنا اي زيرو، سماه اي زيرو. اي زيرو السلوب هو عباره عن البي، اللي هو عباره عن سلوب هذا البي، هذه الزاويه اسمها ثيتا، هذه ثيتا. ميلان الخط المستقيم على محور السينات هذا هو سمى السلوب، وتساوي تان ثيتا، وتساوي ايش؟ تان ثيتا. فكل هذا الخط المستقيم كل ما طلع لفوق زاد الميل، قل لتحت قل الميل، تمام. فانا بدي ايش؟ بدي المينيمايزيشن ايرور، والمينيمايزيشن ايرور بدي احسب قيمه اي 0 واي 1. نيجي هنا عندي هاي الداتا اللي قلت عنها اكس اي واي اي، اكس 1 واكس 2 واي 2 لحد اكس ان واي ان، وهي الواي اي ناقص اف اوف اكس اي شرحت وضح حكيته كمان. فبدي الايرور، بدي اعمل مينيمايزيشن ايش للايرور. الايرور مرات بسموه ريزيديوال، البواقي، الباقي ما بين القيمه واي اي وما بين اف اوف اكس اي. نيجي هان لاحظ انه هان انا
الصمش الى الايرور سكوير اللي هو هذه المعادله، بدي اسميها معادله اسمها فاي، فاي اي بي. هاي المعادله بدلاله من الثوابت اي وبي، دلاله ايش؟ الثوابت اي وبي. فانا مطلوب من هذه، من مطلوب من هنا انه انا كيف انا بدي احصل على اي وبي، فبدي اعمل حاجه اسمها بارشال ديريفاتيف. بارشال ديريفاتيف مره بدي فاضل بالنسبه لاي، ومره بدي فاضل بالنسبه لمين؟ لبي. وحنشوف في السلايد اللي لاحظ انه هنا عملت مره بلا الفاي للمعادله هذه اسمها فاي، قلت لها بارشا بالنسبه لاي مره وبارشا ديريفاتيف بالنسبه لبي. مش فيرست ديريفاتيف، في فيرست ديريفاتيف بس بدي بالادق هو فيرست بارشال ديريفاتيف، فيرست بارشال بار فيرست بارشال بارشال فيرست بارشال ديريفاتيف، هذا حرف البي، فيرست بارشال ديريفاتيف. طب تنشوف انا، فلاحظ انا هي اخذت البارشال بالنسبه لاي المعادله، هنا في تربيع اثنين باتجاهين، وبعدين فاضل قوس كوحده، ما فاضل ما بداخل قوس، فاضل بالنسبه لمين؟ لاي. الاي بتصير واحد والباقي صفر. هنا بفاضل بالنسبه لبي، البي بتصير واحد بتصير اكس اي والباقي صفر. هدول المعادلتين بكفن، لو حصلت عليهن هدول المعادلتين بكفن خلاص، انا بقدر احل المعادلات. بس ايش انا بدي ادخل هنا؟ سمشن الاثنين بتروح، سمشن الاي، خلي هاي سمشن الاي من واحد لان بتساوي، لو كانت ان ثلاثة بعطيني ثلاثة اي، من واحد لخمسة خمسة اي، اللي هي بتساوي ان اي. فانت لو دخلت السمشن جوا هنا، دخلت السمشن هان ودخلته هان ودخلته هان، لاحظ هنا في انا عندي كل سمشن في اي، السمشن في اي، فالبي تطلع برا انا فيش فيها اي، هنا هنا البي بتخش على الواي، تمام. هذه النقطة مهمة. وهنا بالنسبة لبي نفس الاشي، بخش السمشن الاثنين بتروح بتصير اي اي وبي اكس اي وسمشن واي اي، وبدخل اكس اي على ايش؟ بضربهم بتصير اكس اي تربيع وهنا واي اي في اكس اي. اذا المعادلتين هناك حط الواي على شق، هي صارت اول واحد ان اي وسمشن اكس اي والواي اي واكس اي وضرب اكس اي تربيع واكس اي واي اي وعمل سمشن. اذا هدول معادلتين في اثنين ثوابت، ثابت اسمه اي وثابت اسمه بي. فكيف وقف الان؟ الان انت بدك تجمع كل اكسات وتجمع كل الوايات وتجمع تضرب كل اكس في واي وتجمعهم كلهن وتعوض هنا وبتحصل على قيم معادلتين متغيرين وبتحصل عليهن. حنشوف زي في المثال التالي. هنا هو جاب قيمه اي، كان عندي ان اي كانت في الاول ان اي، جاب قيمه اي وراح عوضها في المعادله الثانيه قيمة اي وحصل على قيمة ايش؟ بي. انت لو عوضت ما استخدمتش هدول، عوضت على المعادلات السابقة بكفي. نيجي هاي مثال، مثال اعطاك الداتا سيت، اعطاك الفورم لين الخط، خط المستقيم، عن الخط المستقيم، قال اوجد لي معادلة خط مستقيم، يعني اوجد لي قيمة اي وبي اللي بتحقق لي مينيمايزيشن ايرور عشان احصل على اوبجكت فانكشن بتمثل هذه الداتا وذ مينيمم ايرور. هاي المعادلتين بدون ما تحفظهم، انت تعود انك كيف تحصلهم من ايش؟ الاشتقاق. بتقول submission y i ناقص f of x i تربيع، فاضل مرة بالنسبة ل a وفاضل مرة بالنسبة ل b، بتطلع المعادلتين هدول معاك. بتدخل submission a i من i واحد ل n بتساوي n a i وخلص. هاي ايش مطلوب من عندي؟ هاي مطلوب هذا submission x i وsubmission y i وsubmission للضرب والتربيع وsubmission x i. تنشوف هنا هاي النقط 3 1 2 3. اذا الان عندي انا بتساوي 3. لاحظ انا الان بتساوي في السؤال هذا الان بتساوي قديش اخوان؟ الان بتساوي وعندي الاكس اي 1 2 3 راح اجمعهم. هاي جمع مجموع الاكس اي، جمع مجموع الواي اي، مجموع الاكس اي تربيع ومجموع الاكس اي جمعنا، اذا حصلت القيم. هذه القيم، هذه القيم هي اللي بستخدمها وبعوضها في المعادلتين السابقتين، فبحصل على المعادلة الأولى، هي المعادلة الأولى، وبحصل على المعادلة الثانية، هي المعادلة الثانية. بحل المعادلتين بطلع قيمة A وبطلع قيمة B، بعوضهم في الفورم الخط المستقيم اللي أنا فرضته. هي هذا عبارة عن Object Function، هذه عبارة عن إيش؟ الأوبجكت، الأوبجكت فانكشن، الأوبجكت فانكشن.
تمام. هذا الاوبجكت فانكشن، هذا في اوبجكت فانكشن خلاص. وهذا هو ايش المطلوب، هي معناتها الخط المستقيم، هذه هي ايش المطلوبه اللي بتحقق اللي انا بدي اياه. خلاص اخوان، هيك احنا هنا على المثال الثاني. المثال الثاني طلع كيف هو، قال لك انا يعني حط متغيرين A زائد B X، وحط كمان C T، يعني عندي متغير X ومتغير T، هاي متغيرين وفي عندي ثلاث ثوابت، فمطلوب تجيب A و B و C. طب ليش حط هنا متغيرين، محطش متغير واحد؟ كل ما تزود المتغيرات كل ما كانت تطلع الفانكشن أكثر دقة، أكثر فت لا وأقل إيرور للداتا سيت اللي انطرت تحتها. فأعطاك هنا المتغير الأول T مثلا عدد ساعات الشروق مثلا، عدد العمال، وهنا كم واحد يباع. وراح هنا فرض انا بقول بمثل بخط هذا الخط المستقيم، هذا ايش خط المستقيم، فبده قيمه A و B و C. في الحاله هذه نفس الشيء بتجيب الفانكشن فاي اللي هي بتساوي سمشن اي سكوير تربيع، اللي هي الفرق ما بين واي وما بين زي ما احنا شايفين. هاي بتجيب هذا الفانكشن، هاي الفاي، الان هاي المعادله الخط المستقيم الاوبجكت فانكشن اللي بدك اياها، بتجيب فاي اللي هي الفرق ما بين واي اي وهذه الاف اف اكس اوف تي، هذه اوف هذه اف، هذه اف اوف اكس اوف تي اللي هي هذه. خلاص فربحهن، وبعدين بعمل بار بالنسبه للايه، بالنسبه اللي بحط 2 هنا وفضل الايه بتصير 1 والباقي صفر. فاضل هنا بالنسبة لبي، البي بتصير واحد بضل اكس اي، بضربها في اكس اي والباقي صفر، نفس المربع. فاضل قوس كواحد فتفاضل ما بداخل القوس. بالنسبة لتي بحط الاثنين هنا وعندك ايش بضل تي اي برا، سي واحد بتساوي واحد والباقي صفر. فالثلاث معادلات هذول، اثنين بتروح اثنين بتروح اثنين بتروح، دخل اي جوا بتصير اي ان، هذه اي ان هذه بتصير ايش اي ان، في ثلاث معادلات بتعوض في داتا ست بيطلع لك ثلاث معادلات ثلاث مغيرات بتجي. فهي ثلاث معادلات اللي جاي، واحدة اثنتين ثلاثة. فايش المطلوب هنا؟ سمشن اكس اي وتي اي، اكس اي في تي اي، تي اي تربيع، اكس اي تربيع. هنشوف كيف في المعادلة. لاحظ عنده هنا عندي ايش، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يعني الان بتساوي اربعة. خلصنا الان هنا بتساوي قديش؟ بتساوي اربعة داتا ست، عند المتغيرات تي اي واكس اي والاوتبوت واي اي. تمام؟ فالمطلوب من سمشن الواي اي، هاي جمع هدول قيم داتا ست للواي اي 8، قيم الاكس اي سمشن اكس اي 9، سمشن التي اي 6، يبقى هدول مجموع اكس اي تربيع، هاي ربع كل نقطه في الاكس طلعت اكس اي تربيع، كل نقطه هاي النقطه هذه ربعها صارت هاد، وهذا نفس الشيء وراح جمع ايش اكس اي تربيع وضرب اكس اي في تي اي، اكس اي في تي اي هاي هنا وجمعهن، وهي جمعها وتي اي تربيع جمع مثلا تي اي على سبيل المثال 0 في 0 0، 1 في 1 ب 1، 2 في 2 ب 4، 3 في 3 ب 9، في الاخير راح يجمعهم فحصل على القيم. هذه القيم، هذه القيم هي اللي بدي استخدمها وين احطها؟ في الثلاث معادلات السابقه، في الثلاث معادلات السابقه هذه القيم، ثلاث معادلات ثلاث متغيرات. زي ما انت شايف هنا حصل، هي عوض هنا وجاب المعادلة الأولى والثانية والثالثة، ثلاث معادلات ثلاث متغيرات بتحلهم بطريقة رياضية بسيطة. من حل هذه الطريقة بتحصل على مين؟ على قيمة A وعلى قيمة B وعلى قيمة مين وعلى قيمة C. لاحظ أن أنا عندي هاي الـ A، الـ A اللي هي intercept، هاي قيمة الـ A وهي B، وهي C. عوضها في المعادلة بعطيك هو الـ object function، هذا الاوبجكت فانكشن انا المطلوب. لاحظ هذا الاوبجكت فانكشن في ايش اخوان؟ في متغيرين، المتغير هو اكس ومتغير اسمه ايش؟ تي، وعندي ثلاث ثوابت 1 2 3. هذا الاوبجكت فانكشن هي هذه اللي بتحقق لي المينيمم ايرور، بتحقق لي معدل الخط المستقيم اللي انا فرضته، اللي بتحقق لي المينيمم ايرور مع الداتا. بتلاقيها تاي مثلا هاي قريبة جدا، بتصبح ايش الداتا قريبة جدا من خط اقل ايش ايرور. طب في طرق تانية ممكن يا دكتور، طرق تانية غير الليست سكوير ايرور تحقيق المينيم؟ فيه. طب مين اختار هذا ولا هذا؟ شوف اي طريقة بتحقق اقل ايرور اختارها، اي طريقة بتحقق اقل ايرور ايش اختارها. هيك احنا
احنا قدرنا. فما رأيك لما يكون عدد النقط الايرور كبير جدا، عدد النقط اللي في الريال لايف كبير، مش 5 نقاط، 100 نقطة، نفس الاشي بدي اعمل، ممكن تعمل بروجرام ويعملك هذا الاشي، كمبيوتر بروجرام يعملك هذا الشيء وتحصل على اوبجكت فانكشن. بذلك على حصلت على اوبجكت فانكشن تقدر تعمل ايش، الماكسمايزيشن او المينيمايزيشن او تو فايند ذا اوبتيمال فاليو او ذا اوبتيمال سوليوشن فور ذا بروبلم. حن المحاضره الجايه ان شاء الله حنخش في موضوع اللي هو نون لينير ريجريشن موديل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيك ان شاء الله احنا بنكون يعني بنكون غطينا جزء مهم في عمليه الموديلنج، وفهمنا كيف احنا نعمل مينيمايزين نجيب ليست سكوير ايرور، وكيف نجيب الاوبجكت فانكشن عشان اعصف الاخير على الاوبتيمال سوليوشن. وبتمنى لكم كل توفيق، وبرضو انتم اي سؤال واحد بده منكم اي سؤال انا مستعد تبعث لي وتسالوا اي سؤال انا مستعد اجاوب عليه. بس انت ما